هذه المرأة التي هي البنت أول مرة يأتيها الحيض، هذه المبتدأة أول مرة يأتيها الحيض، فنقول لها إذا كان هذا الحيض بصفاته المعروفة فهو دم حيض، لكن إن تجاوز الشهر استمر معها الدم، فتجاوز الشهر، تجاوز أكثر الشهر، فنقول أنت مستحاضة. فلو قالت ماذا أعمل في الشهر القادم، نقول الأيام التي يأتي فيها الدم وهو أسود ثخين فهي أيام حيض، إذا زالت هذه الصفات منه اغتسلي وصلي، وأما الدم الأحمر فهو دم استحاضة. إن قالت لا أستطيع أن أميز، الدم مضطرب، ربما ساعة يأتي أسود وساعة يأتي أحمر، فنقول اجلسي غالب حيض نسائك، بمعنى نقول لها أخواتك أمهاتك الأكثر منهن كم يحضن، فإن قالت الغالب فيهن أنهن يحضن 10 أيام، والقلة منهن بعضهن يحضن 5 أيام وبعضهن 7 أيام، فنقول ما هو الأكثر، هل هي 5 أو 7 أو 10؟ قالت 10، نقول إذن أنت عادتك كم؟ 10 أيام. أعيدها مرة أخرى، المبتدأ الدم المعروف بهذه الصفات هو دم حيض، فإن تجاوز أكثر الشهر فنقول لها اعملي بالتمييز، ما كان في الأيام يأتيك الدم بصفاته الإسودات والنتانة فهو دم حيض، وأما الأحمر فهو استحاضة. إن قالت لا أستطيع أن أميز فنقول انظري إلى غالب عادة نسائك.